على شباب هذه الأمة أن ينتبهوا لهذه القضايا، وأن تكون لديهم قراءات متعمقة في الفكر الإسلامي، فيما يقوم عليه هذا الدين، وأن يطلعوا على الشبهات التي تلقى على الإسلام وكيفية الإجابة عنها، لأن الشباب هم عرضة لهذا الغزو ولهذه الشبهات. وأصبح العالم كما تعلمون الآن عالما مفتوحا، فهذا الشاب قد يلتقي بشخص في أقصى الشرق عن طريق الإنترنت، وهو في غرفته تلقى عليه الشبهة، وقد يجر إلى شبهة إلحادية أو شبهة أخلاقية أو شبهة تتعلق بالقرآن أو بالدين، فيبقى في حيرة من أمره. وإن كان قليل العلم ولم يسعى إلى التعلم فإنه قد يعني ينحرف والعياذ بالله. فينبغي للشاب المسلم أن يتحصن بتدبر كتاب الله عز وجل، وبالتعمق في دراسة القرآن والقيم الأخلاقية والحضارية الموجودة في القرآن، وأن يطلع إلى الشبه التي تقدم وما كيفية الإجابة عنها، وبأن يكون عنده اعتزاز قبل ذلك بدينه بمبادئه وأخلاقه. وعندما تلقى عليه الشبهة وهو لا يعرف إجابتها فإن ذلك لا يعني أن ينحرف، وإنما يعني أنني جاهل فعلي أن أبحث عن المصدر الذي يمدني بالإجابة على هذا السؤال. لأن بعض الشباب يكون في الدرس أو في محاضرة فيأتي بعض الملاحدة أو بعض المنحرفين ويقول لك القرآن فيه تناقض، أو القرآن قال كذا والواقع كذا، فيصاب بصدمة وتبدأ تعتمل هذه الصدمة في نفسه وتقوى الشبهة في نفسه، ويبدأ الشيطان ينسج عليها خيوطه، ولا يتعب نفسه في الرجوع إلى كتاب أو مكتبة أو سؤال عالم لكي يتأكد هل يوجد جواب على هذه الشبهة أو لا يوجد جواب لها. وهذا الذي يوقع الناس في الانحرافات الدينية، في الانحرافات العقدية، في الصدمات النفسية، في التذبذب، في الكثير من الصدمات التي تصيب الناس. فعلى المسلمين أن يعتنوا بدينهم وبأخلاقهم، وأن يتمسكوا بها، يستفيدون من الآخرين نعم، ولكن الاستفادة تكون بحذر وبحضور وبعرض على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما وافق ذلك أو لم يخالفه فهو مقبول ونستفيد منه، أما ما خالف ذلك فهو مرفوض. ولو تحدث الناس أو حدثت الإنسان نفسه أن في ذلك خيرا أو صلاحا له أو لغيره.